بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبابي أحبتي، حيثما كنتم وأينما حللتم، مهما كنتم في أي ديار كنتم، أحييكم بتحية السلام، تحية الإيمان، تحية الأمن والوئام، تحية المحبة، تحية الورد والياسمين، تحية اللطف والبيان، تحية من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبابي أحبتي، أبدأ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث صحيح في البخاري وفي مسلم، رواه النعمان بن بشير. حديث صحيح جميل طيب جيد للمسلمين وغيرهم، للعالم كل العالم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أثبت لنا هذا الفيروس كورونا على أن ما يؤثر على البشرية في مكان يؤثر عليها في مكان آخر، وما ينفعها في مكان ينفعها في مكان آخر. كلنا جسم واحد، كلنا لآدم وحواء وآدم وحواء من تراب، كلنا إخوة بغض النظر عن العرق والعنصر واللون والقبيلة والوطن واللغة، كلنا أخوة. لذلك يقول تعالى ويطلب منا أن نتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إخواني، إذا اشتكت البشرية في مكان ينبغي أن تشتكي البشرية في كل مكان. إذا تألمت امرأة في مكان نتألم كلنا، وإن بكى طفل نبكي كلنا، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يدعون إلى الخير والحق للناس كل الناس. هذا هو الإسلام. إذا كانت قلوبنا سليمة حية، قلب حي وقلب سليم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن قرأوا كتاب الله وتعلموا في مدرسة الحبيب المصطفى، لابد أن تكون قلوبهم ممن يحبون الخير للناس كل الناس. وإن تألم واحد منهم تألمت البشرية كلها. نحن على ظلال وفي ظلال شهر رمضان، في ظلال شهر الخير، شهر البركة. نحن في وقت تتعايش فيه الأمة مع فيروس قاتل أظهر لنا أن الناس وأغلبهم في فقر شديد. لذلك هذه اللحظة لنثبت لله سبحانه وتعالى أننا جديرون بعبوديتنا له وبحبه لنا وبرزقه. لذلك كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. تعالوا ننفق أموالنا ونتصدق على الناس بالقرش، بالدولار، بالتعريفة، باللقمة، ولو بشق تمرة. وها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال الله تعالى في حديثه القدسي: يا عبدي أنفق عليك، يد الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ الله ينفق من كرمه وحبه ولطفه ومحبته. يا إخواننا أنفقوا، لأن الله يحب أن تتقربوا إليه بالإنفاق. أخي حبيبي، أما تخشى أن يكون لك يوم القيامة دخان في نار جهنم؟ دخان لمن لم ينفق أماله في سبيل الله. أنفق يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء إيش بصير؟ فهو يخلفه. الله سبحانه وتعالى سيعيد لك الرزق ويعطيك، لأنك تتاجر مع الله وتجارة مع الله لن تبور، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إخواني وأخواتي،
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. سبحان الله، سورة التوبة، سورة الولاء والبراء، تعلمنا أن ننفق في سبيل الله، وأن في الإنفاق تطهير لقلوبنا ونفوسنا وعقولنا وحياتنا، لأن في الصدقة وفي الإنفاق قربى لله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كما جاء في سورة المزمل، سورة 73 آية 20. أخي حبيبي أختي الكريمة، مهما كان عندكم كله سيفنى، والله هو الباقي، كل امرئ في ظل صدقته كما قلنا، حتى يقضى بين الناس. يعني لن يحميك يوم القيامة مثل الصدقة، ولن يقربك من الله مثل الصدقة، ولن يفصل بينك وبين الناس مثل الصدقة، لأنك يوم القيامة بحاجة إلى أن يشفع لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا وحبيبنا يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. إخواني أحبابي، ومهما أنفقتم لن تخسروا، لن تخسروا، لن تخسروا. اللهم أعطي منفقا تلفا، واللهم أعطي منفقا خلفا، ومن تاجر مع الله ربحت تجارته في الدنيا كما ربحت تجارته في الآخرة. إخواني أحبابي، ابن المبارك، ابن المبارك أراد أن يحج وجمع مالا ليحج مع أهله، ولما خرج من مدينته، عندما وصل إلى آخر المدينة، رأى عائلة فقيرة ليس عندها ما تأكل ولا ما تشرب، فلما سأل عن حالهم وعرف أنهم مقلون، ليس عندهم من الطعام شيء ومن الشراب شيء، أعطاهم كل ما جمع من أجل أن يأخذه معه وينفقه في طريقه إلى الحج وعودته من الحج. فقال لأهله: هذا حجنا لهذا العام، أي نحج بأن ننفق على الفقراء والمساكين. عبد الله بن مبارك كان قد حج وقبل حجه إن شاء الله، لأنه من علماء الله الصالحين. القضية ليست بحج وحج وحج وحج، هذا حجنا، أي الاهتمام بالفقير، الاهتمام بالمحتاج، الاهتمام بمن عنده حاجة وليس له من يقضيها. هذا أثر العبادة في حياتنا، هذا أثر الصيام، وأثر خلق الحج، وأثر خلق الصلاة، وأثر الأخلاق في حياتنا، أن تشعر، أن تعلمنا كيف نشعر مع أبناء جلدتنا، وكيف نقضي حوائجهم كأنها حوائجنا. عمر بن عبد العزيز في أحد السنوات منع من أن تكسى الكعبة، وأخذ المال الذي سيقضى أو سيستخدم من أجل كسوة الكعبة، وأعطاه للجائعين والفقراء، وقال: هذه كسوة الكعبة لهذا العام، هذه كسوة الكعبة لهذا العام. الصوم يا أخي منفعة لك أنت، والصلاة منفعة لك أنت، والصدقة منفعة لك أنت وللآخرين. فالصوم منفعة ذاتية، والصدقة منفعة متعدية يتعدى آثارها إلى غيرك. وهذا ما علمنا إياه القرآن، وما علمنا إياه الحبيب المصطفى، وما علمنا إياه الإسلام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من الذين يشاركون بأموالهم، من الذين ينفقون، ومن الذين يتبرعون، ومن الذين يهتمون بمن لا صوت له، وممن يكون صوتا للعدالة والحق لليتيم وللسائل والمحروم. اللهم اجعلنا من أولئك أهل الخير، أهل النور، أهل البركة، أهل الإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، هذا أخوكم يحييكم، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته.